السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير. الفيديو ديال اليوم هو كاتو جديد غادي تشوفوا معايا من المراحل كامله دو ا ا زد. دونك المرحله الاولى اللي درت هو ان كناخذوا المول اللي غادي نديروا فيه اللي غادي نديروا فيه المونتاج ديال الكاتو وكنديروا فيه الفيلم اليمونتير غير من هاد الجهه هادي كنشدوا فيلم اليمونتير وكندوروه وكنحبسوه وكنديروا جوج مرات باش يشد لنا مزيان صافي ونحطوه على هاد السوبور اللي كيكون ذهبي كارطونه يكون كبر منه شويه باش ندخلوه للثلاجه. دونك شنو غادي نديروا المرحله الاولى وغادي نديروا نكبو هنايا غادي نديروا الكناش هي الاولى. شنو هي الكناش؟ الكناش هي الشكلاط زائد الكريمه. دونك غادي ناخذ شكلاط نوعيه جيده دونك شوكولا غيش وغادي ندوبو ونصف الكميه ديالو هي لا كريم فريش اللي غادي نزيد عليه وهي كتكون ما كتكونش ضايبه. دونك غنوريكم الشكلاط اللي كنستعمل شوكولا دو كوفرتور ها هو شوكولا دو كوفرتور 55% وكيجي هذا اقبال يمكن لكم تختاروا اي شوكولا كاين غير يكون شوكولا دو كوفرتور مكتوبه فيه شوكولا دو كوفرتور هي الشوكولاته سوداء للتغطيه وهذا 55% كاين غتلقاو 70% 77% هذا 55% بروفيسيونيل وكيجي فيه كيلو اونس كيلونس هذا. دونك انا كناخذ جوج ديال لي طابليت هو من الداخل ديالو راهما هادو هاد لي طابليت بحال هكا كتكون كناخذ جوج هي 500 غرام جوج من هادو هي 500 غرام كندوبهم وملي كيذوبوا غادي نزيدو ليهم نصف الكميه اللي هي 250 غرام ديال الكريم فريش ها هي 250 غرام ديال الكريم فريش لا كريم فريش اللي كنستعمل كلكم تستعملوه لا لام بريزيدون اي حاجه ديال اللعبه المهم هادي اللي هي بروفيسيونيل باش كنخدمو ما كتكونش حلوه بزاف وكتكون زوينه كتطلع زوينه هي سنيل سميتها سنيل هي هادي دونك انا خديت 200 عبرت 250 غرام ودابا كندوب 500 غرام ديال الشوكولا منين غادي تذوب وتسالي غنخلط معها هادي ها هي دايره خضراء ما طايباش ونخلطو مزيان وغادي ندير هنايا نكب غير واحد الكميه لتحت وصافي هانتوما بقاو معايا ها هو دونك الشكلاط ذوبناه غادي نزيد له لا كريم فريش على ثلاثه المرات المره الاولى غير هكا غير شويه ونحرك حنا كنزيدو دابا لا كريم فريش ثلاثه المرات المره الاولى درتها هذه الثانيه من بعد بقات لينا الثالثه خلطوها حتى تنسجم مع هذاك الشكلاط وعاد نديرو عاوتاني داكشي اللي بقى يعني المهم الكريمه كنقسموها على ثلاثه المرات باش ما تجيش بارده مجهده على الشكلاط اللي كان سخون حتى كيولف كنديروه شويه المره الاولى نخلطو والمره الثانيه عاد الثالثه كم بعد ما وجدنا لاكناش ها هي هكا لاكناش ديالنا واجده غادي نكبو تقريبا جوج على ثلاثه ديال هذا المقدار هذا غادي نكبو هنايا شو راه مازال الكميه هنا كاينه بزاف هنايا على كناش ديالي اللي وجدت ب 500 غرام ديال الشكلاط و 250 غرام ديال لا كريم فريش ليكيد بارده ها هي درتها هنايا ها هو راه باقي ليا هذا راه غادي نستعملو باش نغلي في الكاطو دونك درت غير واحد المقدار صغير اللي ها هو هنايا كيبان ليكم بقيت درت واحد شويه الوسط وبقيت كنحرك هكا في الجناب باش يعمر ليا الجناب كاملين ودابا هذا غادي ندخل للثلاجه باش ينشف باش يجمد ليا غير في الثلاجه ماشي في الفريكو غير في الثلاجه باش يبرد ويولي قاصح وغادي ندير الكاطو المونتاج ديالو من بعد هكذا وفي الاخر غنساليه غير غنشدو غادي نقلبو غادي تكون هاد الشيء اللي هنا لتحت
اللي لتحت هو اللي غادي هادشي اللي لتحت هنايا هو اللي غادي يجي باين في الفوق ديال الكاطو وهو تغلف ليا. المهم خليكم معايا باش تشوفوا التتمه ديال المونتاج. بعد ما هذيك لاكاناج ديالنا دخلناها للثلاجه باش تبرد غادي نصاوبوا لا بارتي كروكونت هذاك الكروكون اللي تيكون في الكاطو ديك الطبقه المقرمشه. دونك هذيك الطبقه المقرمشه كتكون كل واحد كيفاش كيصاوبها ولكن كتكون مكونه بعدا من الشكلاط. دونك هاد الشوكولا اللي استعملناه باش ذوبنا باش صاوبنا الكاناج وهو باش نغلفوا الكاطو دونك هو هذا شوكولا ريش 55. كناخذوا وحده بلاكيت وحده راه وريتها لكم كتكون بحال هكذا. هاد لا بلاكيت هادي هي اللي غادي نشدوها غادي نذوبوها غادي نذوبوها اللي هي هادي. ها هي ذوبتها. شنو غادي نزيدو عليها؟ هما ممكن تزيدو عليها البخاليني. ها هو البخاليني كيتباع في البواطه كبيره يمكن لكم تشريو البواطه الصغيره ديال 250 غرام. دونك هاد البخاليني هذا غنزيدوه على شوكولا. شوكولا ما كنديرهاش سخونه كنخليها حتى كتبرد واحد شويه كتبقى هكذا حتى تبرد واحد شويه وكنزيد عليها البخاليني. غنزيد ليها البخاليني. البخاليني تقدروا تصاوبوه حتى في الدار. دونك راه البخاليني هذا ديال اللوز غادي ناخذ معلقه كبيره نخلطها معاها نوك. هيا السطيله ديال البخاليني تقدروا تشريوها راه كتخدم 250 غرام راه كافيه. دونك حنا درنا غير معلقه كبيره. وثالث حاجه هو الفويتين. الفويتين هو داك اللي كتشريوه رقائق بحال كيكونوا دايرين بحال الشوفان هما قهويين. هذوك الفويتين تقدروا تزيدوهم على هذا الخليط وتزيدوا شويه ديال الزيت واحد جوج معالق ديال الزيت وهذاك هو الكروكون. دونك انا شنو درت هنايا غادي ندير حاجه اخرى مختلفه. دونك غنزيد على هذا البخاليني وسميتو هذا والشكلاط غادي نخلطهم وغادي نزيد ليهم هذا نوري لكم دابا. ها هو بسكوي لوتوس هذا هو الكرامبل. ها هو بسكوي كراميل لوتوس مفتت هذا هو الكرامبل. ها هو كرامبل. دونك هذا راه فيه 750 غرام 750 غرام كيدير شي 75 درهم ولكن انا غنحتاج غير شويه دابا فهمتي ماشي بزاف واحد 100 غرام هكذا ما كاملاش. اوكي شويه ونخلط مع داك الشكلاط والبخاليني. وشنو غادي ندير؟ غادي نزيد اللوز هذا محمر ومهرمش. هيا دايره انا في قرعه هنايا ومهرمش غادي نحرك مع هذاك اللوز والكرامبل كيجي زوين كيجي مذاق رائع. وتقدروا تعوضوه بداك الفويتين. الفويتين راه كتمشي عند سميتو مول الحلوى كيعطيك 100 غرام ديال الفويتين كتخلطها مع هذيك 100 غرام ديال الشكلاط 60 غرام ديال البراليني وتزيد عليه جوج معالق ديال الزيت. انا لا ما غاديش نزيد مع جوج معالق الزيت لان مستعمله شوكولا نوعيه جيده. دونك لا نزيد الزيت غادي نشوف ليا صافي. دونك هذا هو لا بارتي كروسيانت اللي كتكون في الكاطو هي اللي غادي ندير. غادي نزيد شويه ديال الكرامبل صافي. اذا هذه المرحله احنا سالينا منها. دونك صوبنا لا غاناش دو كوفرتور ها هي باش غادي نغلفوا الكاطو ديالنا. ها هي لا غاناش اللي هي الشوكولا ذوبنا وزدنا عليها الكريمه سائله تكون خضراء ما طايباش. وعندنا دابا لا بارتي كروستيانت. شنو باقي لنا؟ باقي لنا كريمه الزبده ولا غاناش. لا غاناش مونطي. اذا هنا خديت هذيك لا غاناش ديجا صاوبتها انا قبل. دونك الشكلاط وذوبتو وزدت عليه لا كريم فريش ليكيد خضراء وخليتهم دونك في الثلاجه ليله كامله. واليوم غادي نطلعها دونك تولي كاناش مونطي. غادي نطلعها بالباطو غادي تولينا بحال اون كريم اللي غادي نديرها حتى هي في المونتاج ديال الكاطو.
ديال هيا الكناش ديالنا وجدات. حتى هي غنستعملوها نديروها في البوش ونستعملوها في المونتاج ديال الكاطو. ودابا غتجي المرحله ديال المونتاج ديال الكاطو ديالنا. جبدنا هاد السيركل ديالنا اللي كان درناه في الثلاجه هو برد، وديك الكناش ديالنا بردات، هاي ولات طبقه واحده قاصحه تقدر تشد فوق منها دابا الكاطو ديالنا. دونك غنحتاجو باش نديرو المونتاج ديال الكاطو نحتاجو الكيك اللي هو المولي كيك، او وجدتو ليلة قبل ودرتو في الثلاجه، واليوم عاد باش قطعتو حيت هو كيكون كيتفرتس ما خاصوش يتقاس نفس النهار. دونك هذا غتلقاو الطريقه الفيديو ديالو في صندوق الوصف كيفاش صوبناه. وغنحتاجو في هذا الكاطو جوج انواع ديال الكريمات، كريمه زبده بالشوكولاته، هذه كريمه زبده بالشوكولاته دونك وجدتها على قبل، غتلقاو حتى هي الطريقه ديال الفيديو ديالها في صندوق الوصف. واللي حضرت معكم قبيله هو هاد لاكاناش، لاكاناش مونتي هو صوبتها ليله قبل ودرتها في الماء او كونتاكت، درت فوق منها في الماء ليمونتيغ باش ما يدخلش الهواء لاكاناش ديالنا، درتها في الثلاجه. واليوم عاد باش طلعتها في العشانه ها هي، وتقدروا تزيدوا ليها نسمه ديال القهوه ولا ديال الكراميل الا بغيتوا. دونك عندنا هاد جوج هما باش غادي نديرو المونتاج. نقدروا نستعملوا حتى نحتاجوا الكراميل او بيغ سالي، ولكن في هاد الكاطو هذا ما غاديش نستعملوا حيت السيد اللي بغى الكاطو ما بغاش الحلوه بزاف. دونك حتى المولي كيك راه نقص له من الحلاوه من السيده اللي صاوبت في المقادير، وداكشي علاش ما بغيتش نزيد حتى الكراميل. والطبقه المقرمشه اللي صوبناها في الاول ديال الفيديو هي هذه. دونك على بركه الله غادي نبداو المونتاج ديال الكاطو ديالنا. دونك من بعد ما حطينا هو الكيك ديالنا فوق من لاكاناش غادي نصاوبو لاكريم، هاي لاكريم غنحطوها هنايا. تقدروا ديروا لاكريم غير بالمعلقه، يمكن كنفضل نديرها بالبوش باش تجي طبقه مقاده. صافي هاي الطبقه ديالنا، دابا غادي نليسيها بالمعلقه تكون بحال هكذا، شدوا معلقه نعوجوها ونبقاو نليسيو باش هكذا المعلقه كتدخل لينا في الاطار. وكنملسو هذيك الطبقه اللي درنا ديال الزبده، ديال الزبده ديال كريمه الزبده وجي مقادة. صافي فهاد المرحله هادي من بعد ما درنا لاكريم غادي نحطو طبقه واحده اخرى ديال الكيك. وقبل ما نحطو هاد الطبقه نقدروا نزيدو دوك الفواكه الجافه الى عندكم، اللوز، كركاع، مهرمش، بيسكوي، ميلكا، اي حاجه كتفرتوها هنايا كتحطوها باش كتجي مقرمشه. ناخد اللوز ديالي هاهو اللوز، دابا نجي نحط عاوتاني الطبقة الأخرى ديال الكيك. دابا غنزيد لاكاناش، ولي سي عاوتاني من الملعقة.
نجي دابا الطبقه كروستيونت نحطها صافي تقلنا اخر حاجه هي نحطو الطبقه ديال الكيك بعد ما خرجناه من الثلاجه غادي نحيدو هاد الفيلم اليمونتير اللي كنا درنا من قبل ها هو ودابا غادي نقلبوه وغادي نحاولوا نديموليه باش نخرجوا هاد الاطار هذا هو الكاتو ديالنا اذا غنبداو مرحله التغليف غادي نجيب الكاناش ونحط بحال هكذا صافي دابا انا عمرت الفوق غادي ندير نفس الحاجه هنا لتحت Thank you.
هنايا من بعد ما غلفنا الكاطو كامل غادي ناخذوا هذه الملاسه هذه ونشوفوا هذا لونك طرو اللي كاين هنايا بحال زاويه قائمه غادي نحطوه هكا في الجنب على الكاطو وغادي ندوروا هذا البلاطو اللي حاطين عليه الكاطو وغادي نزيد عاوتاني بقا تنقى داد هادشي ما يبقاش يكون كله ليس هنا كنديرو الماء سخون وكنغطسو فيه هاد الملاسة هادي الماء سخون ونمسحو وندوزو على الكاطو هنايا كنيسه ليا هاد البلاصه دونك دابا غادي نبداو لابارتي ديال لاديكوراسيون غادي نطلق عجينه السكر اللون الاسود وغادي نقطع واحد الموتيف اللي غادي نلصقو على الكاطو هنا من بعد ما طلقنا لاباط تاع سكر بحال هكذا وشويه هاي السمك ديالها غادي نجيب هاد لي موتيف اللي انا ديجا قطعتهم على ورقه رسمتهم وقطعتهم وغادي نجي نحطهم فوق لاباتاجيك بحال هكا وغنجيب هاد الاداه هادي باش نقطع وتولي ليا كلها في ديال لاباتاجيك هو دونك الشكل ساليتو باقي لي الشكل الثاني هو هذا نفس الشيء غادي نطلق لاباطا سكر كحله وغادي نحطها على هاد الورقه غليظه باش نقطع هاد الموتيف على غادي يجينا السكر الكحله ان لو تام ديال هاد الكارطون هو لي بول دونك رسمنا هادوك جوج ديال الرجال اللي في لاباطا سكر في الكحل دابا غادي ندير واحد لابول في الاحمر عندي عجينه السكر عندي في البيض غادي نلونها بالاحمر وجوج ديال لي بول غادي نلونهم بالكري باش يجي بحال ديك الكرات ديال لي بول ولكن وحده صغيره خاصها تكون في الاحمر دونك هادي غادي نزيد ليها الملون الاحمر باش نشوف واش تولي حمراء حيت ما لقيتش عندي لاباطا سكر حمراء
واللون الاحمر صعيب باش يخرج بحال هكا في الكولور. دونك من الاحسن كون كان عندي باتا سكر ديجا مشريه في اللون الاحمر، ما كيما لقيتهاش عندي. دونك اوبليجي دابا باش نشد لا باتا سكر بيضاء ونلونها ونشوف كيفاش غيطلع هذا اللون هذا، ومن بعد غادي نبقى نزيد نشوف واش هو هذاك احمر ولا ماشي احمر. بالنسبه للابول ديالنا ها هي واجده، هذاك البول في الاحمر. دابا غناخذ الباتا سكر بيضاء وغنخلطها مع الباتا سكر في الكحل باش تعطيني اللون كري رمادي باش نصاوب جوج ديال لي بول. هاي الدائرة دابا هاد التساخ كلها هدا كبر من هاديك الدورة الأولى لي درت، طبعا بيها بحال هكدا. صافي هادوك راهما شوش باينين. جو بونس واش كيديرو من هادشي ولا هادشي، المهم معرفتش. غادي نخليهم بحال هكدا نشوفو هنايا تيقصحو. غتبقى لي لا ديكوراسيون ديال واحد السيركل غنصاوبو دابا، غنصاوبو في بلو كري وغادي ندير فيه نكتب فيه 31 على حسب لاج ديال الكليان. هكايا هادي غتجي تاهي في الكاطو 31 بحال لي بول. وهنايا خديت هاد لابارتي هادي ديال هاد هذا درت بحال هكدا باش يجيو بحال شي تقيبات بحال مضغطين، هنا فيهم 31. دونك دابا لا ديكو هي واجده، بقات غير نحطو الباتا سكر فوق، نغلفوه نغلفو الكاطو بالباتا سكر ونحطو لا ديكو من الفوق. ها هو دابا هاد السوبور هذا مذهب اللي غنحطو عليه الكاطو غادي نغلفو بلا باتا سكر. وقلت نشد الكحل ونديرو مع البيض هكا خطوط يجي بحال الرخامه. هانتوما تشوفوا معايا. هاك دابا انا درت البيض الكحل بيض الكحل بيض الكحل هنايا. غادي نشوف غير نبقى ندور فيهم بحال هكدا نعاود نتني عاوتاني صافي ونجمع ونحط دابا وندلك باش نشوف كيف غادي يجي. هذا غنقطعو عاوتاني على جوج نحطو معاه.
نشوف واش غادي يجي قد بلاطو اللي عندي. هو قدو نشوف غير من جهه غادي نصاوب. هاه زوين هادشي. غادي نقطع غندير الماء باش تشد لنا الباتا سكر. هنايا عندي بانسو لصقنا على هذاك الكرتونه صافي هزا قلبها في هاد لابارتي هادي. غادي نحيد هاد الجناب هادو غنحيدهم مايبقاوش باينين.
مرحله ديال تغليف الكاطو ديالنا بعجينه السكر. غادي نستعمل هاد لامارك هادي، دونك هادي فيها كيلو، هادي هي عجينه السكر. غادي نعجنها مزيان باش تولي لينه، وعاد تشوفوا معايا باش غادي نغلف الكاطو ديالنا. باش كيكونوا شي فقاعات في ديال الهواء كيتجمع فوق الباتا سوك، كنثقبوهم شي بلا ولا شي حاجه، وكندوزو بهاد الملاسه هادي باش ما يبقاش ديك تبقاش تبان هذيك الثقب هذيك اللي درنا. فما بانت لنا شي فقاعه ديال الهواء كنثقبوها ندوزو عليها. نطلقوا الباتا سوكر كامله. دابا من بعد ما طلقنا الباتا سوكر غادي نجيبوا الكريسكو، هو هذا اللي بحال البازلين كيتباع عند دوك الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال الحلوه، سميتو الكريسكو. دونك كنديروا شويه، كنديروه شويه في يدينا، وكندوزو على الكاطو، كندوزو على الكرناش، كندوزو على الكاطو كامل، عاد كنطلقوا فوق منه الباتا سوكر باش تلصق لينا الباتا سوكر فوق من الكاطو. دونك هذا هو الكريسكو. انا كنجيب الكاطو ديالي كنحطو ندوز نغلف الباتا سوكر. صافي جبنا لاصا، نحيد هذا الهواء اللي كيكون الفوق. نحل هاد بحال اون جوب كنبدا نحل فيها وكنهبط، وغيب شويه وانا كنحيد داك الهواء اللي كاين لداخل باش تلصق لنا الباتا سوكر. ولا كولور ايفوري، وكنخلطو مع شويه ديال الكول اليمونتير كنديرهم هنا، وكناخذ لانجيت وكنبقى ندوز على الكاطو ديالي غير بشويه باش ما نديرش بزاف ديال اللون، حيت انا بغيت غير شويه يكون بحال اللون ديال الرمله البيج بحال.
دابا بعد ما درت هاد لاكولور هادي جبتي بحال النيونس هكذا طالع بين اللون ديال الرملة والبيض، غادي نجيب الكلوكوس ونلصق به اللوز مطحون. تقدروا ديروه البيسكوي الا بغيتو، المهم انا بغيت بحال الترابيط يكون داير بالكاطو ديالي.